دعا تحالف البناء مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح متهما الأخير بالحنث باليمين. كان رئيس العراقي قد طرح استقالته أمام مجلس النواب اعتراضا على ترشيح كتلة البناء أسعد العيداني رئيسا للحكومة. وقال برهم صالح في خطاب استقالته إن واجبه يفرض عليه عدم الدفع بمرشح لرئاسة الحكومة يخالف تطلعات الشارع العراقي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية ولا يحافظ على مقتضيات السلم والأمن الاجتماعيين. على كل حال عبر الهاتف من بغداد ينضم إلينا الدكتور طارق حرب المحلل السياسي. دكتور طارق أرحب بك. مرحبا بك ومرحبا بك تفضلي. نعم، إذا دعني أبدأ معك برؤيتك للدعوة التي قام بها تحالف البناء في مجلس النواب لأن يكون هناك إجراءات ضد الرئيس برهم صالح، أو دعني أقول الرئيس السابق الآن، تفضل. شكرا لك. الرئيس الحالي وليس الرئيس السابق، ولا توجد دعوة لأن الدستور العراقي منح رئيس الجمهورية امتيازا كبيرا حتى في تسمية ترك الخدمة ترك الوظيفة، لم يسمه إقالة ولا سعة ثقة. نعم، يعني دكتور طارق دعني أفهم منك هذه النقطة تحديدا، يعني هو الرئيس برهم صالح قدم استقالته بالفعل إلى مجلس النواب العراقي وذلك كان اعتراضا على تسمية أسعد العيداني رئيسا للحكومة، يعني هل حتى هذه اللحظة يظل العراقيون يقولون الرئيس الحالي على برهم صالح؟ طبيعي ما قدم استقالة، هو قال حتى لو كلفتني قبول أي واحد شخص لا يوافق على الشعب استقيل أخلي استقالتي. إذن أفهم منك أن حتى هذه اللحظة يعتبر في منصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح، ولا يعتبر قد قدم استقالة، وإنما أنذر وأحاط مجلس النواب علما بما يحصل. نعم، أنه أنا لا أن أقبل أي شيء حتى لو وصل الأمر إلى أن أقدم استقالة لكم. هذا هو الأمر يا سيدي. نعم تفضل. أما دعوات بإجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية فهي آراء، والآراء لا يترتب عليها أثر كما يقول الرئيس ترجيح ابن قبيل في النفس عن غلبة ظن، لأن الإجراءات اللي قررها الدستور العراقي بالنسبة للجمهورية إجراءات صعبة. أولا لابد المساءلة أن تسبق أولا تصويت بأغلبية عدد الأعضاء، يعني أغلبية النص. نعم. اثنين، يجب أن يحدد قضايا مهمة معينة بالذات اللي هي الحزب اليمين، انتهاك الدستور، الخيار الأمة. نعم دكتور طارق، أيضا دعني أفهم منك هذه النقطة إذا سمحت، يعني الآن مجلس النواب إن كان يناقش استقالة برهم صالح التي لم يوافق عليها حتى هذه اللحظة، ولكن هذه الاستقالة تقبل ربما بموافقة نصف عدد الأعضاء داخل مجلس النواب، صحيح؟ أنا ما الاستقالة لا تحتاج إلى قبول. نعم، 7 أيام لو قدم استقالة ومسحتها تعتبر استقالة نافذة. أنا أتكلم حضرتك عن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. نعم. طيب في هذه النقطة إن كنا نتحدث على أن كتلة البناء كما قالوا في الفترة الماضية هي صاحبة العدد الأكبر أو الكتلة الأكبر في البرلمان، إذن السؤال الآن هل معنى أنها الكتلة الأكبر وهي التي طالبت بوجود إجراءات في حق برهم صالح، هل من الممكن بالفعل أن نشهد إجراءات لما قالوا أنه حنث باليمين كما قالت كتلة البناء؟ كلا، لأن الدستور يشترط بداية تصويت لا يقل عن نصف عدد أعضاء المجلس. كتلة الفتح ومن تجمهر معها لا يصلون إلى 100 مقعد. المطلوب على الأقل 166 نائب تصويت ناس، 66 مقعد بالبرلمان يوافقون على اتخاذ إجراءات القانون. عدد البرلمان 320 صحيح دكتور طارق؟ 329 تقسيم 2. نعم صحيح. 164.5 أضيفينها واحد يصير 165.5، يعني 166 نائب. هاي المرحلة الأولى اللي لا يمكن تحقيقها إطلاقا، لا يمكن. نعم. لأن عادة الحضور 200-210 نائب، ليس أكثر، حضور ككل، الحضور. 2، هذا الأمر لا أودعه الدستور إلى القضاء، قال المحكمة الاتحادية العليا تبت في هذا الأمر. يعني مجلس النواب ليس له حتى لو صوت التصويت تحال الدعوة إلى المحكمة الاتحادية العليا للنظر هل أن ما ارتكبه يمثل إدانة أم لا؟ فإذا أدين لأحد الأفعال المذكورة اللي هي الحزب اليمين الدستورية، انتهاك أحكام الدستور والخيار
الإدارة العظمى يصدر قرار من المحكمة بالإدارة، وبعد قرار المحكمة بالإدارة يجب أن يجتمع مجلس النواب مجددا وكذلك بأغلبية عدد الأعضاء الموافقة. فالمسألة معقدة، المسألة بعيدة عن التطبيق واقعيا. نعم دكتور طارق، يعني حتى انقضاء السبعة أيام المقبلة، ما هي السيناريوهات المطروحة في العراق؟ قاعدة الليالي السياسية حمى لا يلد كل غريب، لكن الأمور معقدة صحيح، متشابكة متداخلة صعبة، لا يمكن أن نقول أنها يسيرة، لأن يعني كما يقال هنا يعني تصل أحيانا إلى حد الحرق، إلى حد الاعتداءات، إلى حد القتل الخطو، بالإضافة إلى قد تحصل من بعض من يدعون أنهم متظاهرين أمور لا يقبلها المتظاهرين بأجمعهم. فمسألة أقول معقدة الآن، كان من اللازم لو انتقي اختير رئيس وزراء جديد في المواصفات التي حددها المتظاهرون، وهي مواصفات تتم عن يعني كمال لدى شخص نعم، ولكن السؤال كيف دكتور طارق، يعني السؤال الآن كيف الأسماء التي قام بترشيحها المتظاهرون العراقيون في ميدان التحرير، كما تعلم أنها لا ترضي الطبقة السياسية، وحتى نكون واضحين أيضا لا ترضي الجانب الإيراني. إذن هل هذا معناه أن لن يكون هناك نقطة التقاء أو الاتفاق على شخص معين يجمع بين الشارع العراقي وبين الطبقة السياسية العراقية؟ والله يا سيدتي المتظاهرين ما قدموا شخص، قدموا شروط بالشخص اللي يتولى المنطقة. نعم، ولكنه في ميدان التحرير قاموا بطرح عدد من الأسماء التي من الممكن أن ترضيهم دكتور طارق. تناقش نعم كما تفضلت، مناقشة شيء، لأن المبدأ مالهم يقول نحن لا نتدخل بالاسم، احنا نحدد شروط، يعني من شروطها مثلا أن لا يكون مستوى جنسية، من شروطها أن يكون قد استخدم بوظيفة بمنصب عالي وزير نائب درجة خاصة، من شروطه أن يكون مستقل غير تابع للحزب، لأن عليه أن يقدم خدمة للعراق ككل، هاي الشروط يقدموها. يقول متى وجدتم مثل هذا الشخص نحن موافقون عليه بلا سؤال ولا جواب. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من بغداد الدكتور طارق حرب المحلل السياسي، شكرا لك. أيضا في سياق مناقشة الأوضاع في العراق ينضم إلينا من بغداد أيضا الدكتور محمد نعناع الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد أرحب بك. أهلا بكم، مساء الخير. مساء النور. دعني أبدأ معك إذا سمحت بتعليقك على ما توجه به كتلة البناء في البرلمان لاتخاذ إجراءات ضد برهم صالح، لما قالوا أنه بذلك هو في خضم حنث باليمين. شكرا جزيلا. هذه المواقف التي تطرح منذ ليلة البارحة ولحد هذه اللحظة من كتلة البناء هي مواقف ردود فعل وليست مواقف صحيحة أو مواقف سياسية تليق بقادة البلد، كون أنه يصعدون الأزمة ويحاولون لوي أعناق المواد الدستورية لكي تتلائم مع ما يريدون أن يوجهوه من ضربة انتقامية على الاسلوب الاحتجاجي الذي قام به رئيس الجمهورية برهم صالح. هذا لا يعني أن السيد برهم صالح قدم كل ما لديه وبعد ذلك استقال، كان بيده خيارات أخرى، ولكن رغم ذلك يعني هذا موقفه السياسي الذي عبر عنه بهذا الشكل. لذلك يعني مواقف كتلة البناء هي مواقف انتقامية من موقف رئيس الجمهورية الذي أحرجهم ورفض كافة مرشحيهم الذين تقدموا بهم. نعم، يعني كما تفضلت بالذكر أن برهم صالح رئيس العراق كان أمامه خيارات عدة قبل تقديم هذه الاستقالة دكتور محمد، يعني ما هي الخيارات التي كانت في يد ربما برهم صالح في ذلك الوقت؟ أبرز خيار كان من المفروض أن يكون هنالك اجتماع موسع ويجلسون فيه كلهم ووجها لوجه وتطرح الأمور. سمعنا يعني معلومة لم أتأكد منها لحد هذه اللحظة أنه دعاهم إلى اجتماع ولم يستجيبوا، لكن هذا شيء ما مؤكد، قد يكون هو دعاية، قد يكون مثلا أمرا تبريريا. هذا أول خيار، خيار الاجتماع الموسع
المباشر يعني وجها لوجه، ولي أن أعدد أسماء مثلا، أن يدعى هادي العامري، أن يدعى النور المالكي، أن يدعى حيدر العبادي، مقتدى الصدر، عمار الحكيم، سامي النجيفي، خميس الخنجر وآخرين، إلى مكان إقامة السيد رئيس الجمهورية. هذا ما حصل، صارت تمحورات، تخنجقات، جبهات، وكل طرف يريد أن يكون هو الطرف الصحيح والطرف الذي هو الأقوى، يعني كل يريد أن يفرض وجهة نظره. هذا كان من المفروض بالسيد برهم صالح أن يلح على هذا الموضوع حتى يستنفذه، هذا يعني أولا. ثانيا كان بإمكانه دعوة السائرون كونهم هم عرفوا أنفسهم بالكتلة الأكبر، وأنا شخصيا من الناحية القانونية ومن ناحية متابعتي لموضوع الكتلة الأكبر أرى بأن سائرون هم الكتلة الأكبر. كان بإمكانه كأحد الخيارات أن يدعو مقتدى الصدر إلى أن يقدم مرشحا، ومرشحا مرضيا، حتى يكون هنالك مرشح من البناء أو الفتح ومرشح من سائرون. يعني هذه خيارات وأمور أخرى كثيرة. نعم، دعني أفهم منك هذه النقطة دكتور محمد فيما يتعلق بكتلة سائرون تحديدا في البرلمان. الآن كان هناك خلاف بين كتلة البناء وسائرون على من هي الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي، ما الذي جعل سائرون يتنحوا إذن عن المشهد؟ أيضا هذا الموقف من سائرون هو موقف سلبي، كان المفروض أن يتحملوا المسؤولية وأن يقدموا رئيسا للوزراء بديلا عن عادل عبد المهدي الذي هم تشاركوا في استزارة إلى حصول على رئاسة الحكومة، هم والفتح بقيادة هادي العامري، لكنهم بتنازلهم عن هذا حقهم أولا تهربوا من المسؤولية، وثانيا لم يفتح الباب لكتل أخرى بل جعلوا الأمر عاما. والمقولة الشهيرة لمقتدى الصدر ومن يمثله بصفحة على تويتر وعلى فيسبوك صالح محمد العراقي قال الشعب هو الكتلة الأكبر، هذا كلام يعني غير واقعي، لابد أنه في سياق ترميم الموقف السياسي وإعادة تشكيل الحكومة وصولا إلى انتخابات مبكرة لابد أن يكون هناك رئيس وزراء منتخب وأن يختار وزراء أو يبقي على هؤلاء الوزراء أو قسم منهم أو يعني عدد منهم. لكن هذا كله ما قامت به سائرون وشاركت في تعقيد المشهد. الهدف واضح ما لا يريد مقتدى الصدر وسائرون، وهو أن يكونوا في صف المتظاهرين لا في صف السلطة، لأنهم عبروا عن نفسهم وخرجوا من السلطة وطالب مقتدى الصدر باستقالة السيد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وحصل ذلك، ودعا إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وهذا سوف يحصل قريبا. لكن كان عليهم أن يقوموا بأدوار تهدئ، لا أن يتمحوروا أو يركبوا موجة التظاهرات لأنهم جزء من السلطة أولا وأخيرا. نعم، أنت الآن تتحدث دكتور محمد على احتمالية أن يكون هناك تدخل أممي في الشأن العراقي، ولكن من جانب آخر يعني بعيدا عن التدخل الأممي، بعد رفض أسعد العيداني من الشارع العراقي وأيضا من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، السؤال الآن ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ في الفترة القادمة على حسب الدستور العراقي أو على حسب حتى قانون الانتخابات التي تم رفضه من الشارع العراقي؟ نعم، أنا للتوضيح فقط يعني لم أطالب أو لم أرجح تدخلا أممي وإنما إشرافا أمميا، وهذا يفرق طبعا فرق كبير. نعم بالتأكيد، وهذا ربما ما يعني تحدث عنه الكثير من المحللين السياسيين أنه من الممكن في الفترة القادمة أن نشهد إشراف أممي على العراق. نعم، وهذا أمر لا بأس به الآن. نعم. ينامي وكل الممثلين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة يشرفون على قضايا ويتحاورون مع الحكومة مع الأطراف السياسية، هذا أمر لا بأس به، لكن ما يقصد بالتدخل هو أن يدخل العراق ضمن سياقات دولية، وهذا حقيقة أنا لا أرجحه ولا أريده، والكثير من العراقيين لا يريدوه لأنه فيه محاذير وفيه سايد إفكت كثير. يعني نقطة واحدة تجعل كل الأمور في النصاب الصحيح، وهي أن يتم اختيار رئيس وزراء بحكومة انتقالية لمدة 6 أشهر 7 أشهر 9 أشهر لكي يقوم بالإصلاحات اللي أقرت واللي وافق عليها البرلمان، وتكتمل المنظومة التشريعية والمنظومة التنفيذية للانتخابات، وندخل في موسم الانتخابات. يعني ندخل في الانتخابات وهنالك مناخ مريح
وملائم ومناسب لعملية انتخابية ديمقراطية يجد الجميع فرصته فيها من أجل تداول السلمي للسلطات. هذا هو فقط يعني ما نستطيع أن نقدمه. قانون الانتخابات لم يرفض بالكامل، يعني رفض بثغرات معينة، ولكن كقانون صيغ في هذه المرحلة الصعبة يجد العراقيون ومنهم الحركة الاحتجاجية بأن هذا أفضل ما يمكن أن يقدم خلال هذه الفترة لنمضي به بانتخابات مبكرة، وبعد ذلك يتم ترميم القانون والوقت المناسب لانتخابات لأربع سنوات مقبلة. هذا ما أعتقد بأنه خلاصة حل المشكلة، هو صحيح يعني صعب ولكنه ليس مستحيل. وصلت الصورة، كنت معي عبر الهاتف من بغداد الدكتور محمد نعناع الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.